السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي هادي علي. في هذا الفيديو راح اشرح لكم واحد من منتجات شركة تيبلينك اللي هو راوتر ارشر سي 5400X. طبعا هذا الراوتر هو مختص بالاشخاص اللي مهتمين بالالعاب لانه بيه مواصفات كل شوية، منها انه انت شلون تتحكم بسرعة الانترنت اللي عندك. وهذا الراوتر طبعا يبث 3 شبكات في وقت واحد، تفاصيل هواية ومعلومات هواية انا وياكم راح نعرفها في هذا الفيديو. معلومة مهمة لازم انطيها لك قبل نشوف الفيديو للنهاية، اساس سرعة الانترنت تعتمد على مصدر الانترنت اللي ساحب من عنده انت. الراوتر هو عامل مساعد او شيء اساسي باستقرار الانترنت عندك، فمن تكون شخص مهتم بالالعاب لازم تحصل على انترنت نوعا ما يكون ثابت ومستقر حتى الاداء مالتك يكون افضل. هذا الفيديو راح نعطيك شنو المواصفات اللي اجى بيها هذا الراوتر، فشوف الفيديو للنهاية. طبعا هذا الراوتر من تدخل الى لوحة التحكم الخاصة به، طبعا لوحة التحكم جدا سهلة وبسيطة. الميزة اللي بي انه هو يبث 3 شبكات في وقت واحد. عندي شبكة اللي تكون 2.4 جيجا هرتز واثنين شبكتين 5G، فتقدر كل شبكة تخصصها لمجموعة اشخاص حتى تقدر انه تسيطر على المستخدمين اللي موجودين. ايضا عندي 8 منافذ لان، فتقدر انه تسوي شبكة في اي مكان، تقدر توصل اكثر من جهاز. وهذا واحد من الراوترز اللي بيه ميزة انه تقدر تربط اكثر من جهاز، يعني الراوترز الباقية اللي موجودة بالاسواق او للاستخدام العادي تحتوي على 4 أو 5 منافذ، بينما هذا يحتوي على 8. وايضا اكو بيه 8 هوائيات، فالتغطية مالته راح تكون كلش ممتازة، يغطي بكل الاتجاهات. ومو بس هذا الشيء، الراوتر يحتوي على 2 منافذ USB، فتقدر تشارك الطابعات مع باقي الأجهزة، أو حتى تقدر أن توصل فلاش أو هارد وكلهم يتشاركون بهذه البيانات. أيضا تقدر أن تتحكم بالزوار، وهذا الشيء اللي يميزه، يعني الراوتر يقسم الأشخاص أو المستخدمين بالموقع إلى 5 أقسام أساسية. القسم الأول اللي هو قسم اللي مختصين بالألعاب، والقسم الثاني اللي هم يشوفون الأفلام، تصفح الأفلام، والقسم الثالث اللي يتصفحون المواقع، والقسم الرابع الاستخدامات العادي الماسنجر والدردشة، والقسم الأخير التحميل. فتقدر أنت من خلال الضبط منو اللي تنطي الأفضلية بهذا الشيء، أو خلينا نقول الأسبقية، فتسيطر على السرعة اللي عندك. ومو بس هذا الشيء، تقدر حتى تحدد مجموعة أو تحدد جهاز معين تنطيه انترنت تكون السرعة مالته ثابتة. مثل ما نعرف أنه كل ما يزيد عدد الأشخاص اللي يتصلون نفس الشبكة، السرعة مال الانترنت راح كلهم يتشاركون بها أو تكون بالتساوي. فأنت مثلا عندك جهاز كمبيوتر وهذا الجهاز مخصص للألعاب، وعندك مثلا أجهزة باقية بالبيت يريدون أنه يتصلون، من راح يتصلون راح يأثرون على جودة الانترنت اللي عندك. فأنت بكل بساطة تقدر تحدد الجهاز مالتك الباند يكون ثابت، ما راح ينقص ولا راح يزيد، راح يكون ثابت ضمن هذه السرعة، فراح تحافظ على سرعة الانترنت واستقرارها. وهذه نقطة كلش مهمة للأشخاص اللي مهتمين بالألعاب والتفاصيل مالتها. الراوتر هذا مخصص للألعاب لأنه المميزات اللي بيه والتفاصيل كلش مهمة لكل شخص مختص بالألعاب، تقدر أنه تضبط الشبكة على أساس التفاصيل اللي تحتاجها أنت. بس أيضا يعتبر خيار جدا ممتاز للمنزل بحكم الأدوات اللي بيه والرقابة الأبوية، تقدر أنه تتحكم بالمواقع، تقدر أنه تحجب المواقع اللي ما تريد شخص يدخل إلها. وأيضا أكو خادم VPN مدمج، فتصفحك ممكن يكون مخفي أو تدخل إلى المواقع المحجوبة، فبهذه الحالة ما راح تحتاج أنه تنصب VPN بكل جهاز بشكل مستقل على الكمبيوتر او على اجهزة الموبايل. وهذه النقطة كلش مهمة، من خلال الراوتر تقدر ان تضبط كل هذه التفاصيل. وبالنسبة لعيوب الراوتر هذا، فعيوبه بكل بساطة هي اول نقطة حجمه، حجم الراوتر كبير، فراح ياخذ مساحة معينة، او ممكن انه ما تقدر تخليه ضمن رف معين، فهذه نقطة اخذها بالحسبان. نوعا ما حجم الراوتر كبير. واذا حبيتوا انه تشترون هذا الراوتر، متوفر عند شركة ارض الاعمال بزنس لاند، هم الوكيل الرسمي لشركة تيبلينك في العراق.
صفحتهم على الفيسبوك ووسائل الاتصال بهم راح تشوفوها موجودة أسفل وصف الفيديو. أيضا أكو ضمان لمدة سنة كاملة في أي مشكلة تواجهها بهذا الراوتر، مجرد أنه تستخدم الضمان اللي عندك ممكن يتم صيانته، ممكن يتم استبداله، وهذه نقطة كلش مهمة. وكل التفاصيل اللي تحتاجوها راح تشوفوها موجودة أسفل وصف الفيديو. مو بس مسألة الضمان، أكو دعم فني مستمر أيضا، تقدر أنه تدخل على موقع تيبيراك راح تشوف كل التفاصيل والمعلومات اللي تحتاجها واللي شرحناها في فيديوهات سابقة. مرحبا أعزائي المتابعين، ووصلت إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى هذا الفيديو كان واضح للجميع. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسون أنه تشتركون بالقناة وتفعلون زر الإشعارات حتى توصلكم الفيديوهات أول بأول. وفي الختام لا سعى للقول إلا السلام، والسلام عليكم ورحمة الله.